في موضوع الحقيقة مش بعيد عنه، هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أطلقت مبادرة، هي مبادرة الحقيقة مهمة جدا، لأنها ببساطة يعني حتى باينة من عنوانها القسطرة طوق نجاة. تخيلوا حضراتكم يعني كم من الناس ممكن يحتاج إلى قسطرة استكشافية وتعرض لمشكلة في القلب بشكل مفاجئ، ولكن لمشكلة أو لأخرى أو مش لاقي مكان أو معهوش فلوس أو فممكن يعني تتعرض حياته للخطر. ولكن في هذه المبادرة الحقيقة النبيلة جدا المعاهد التعليمية قدرت أن هي تنقذ حياة 420 شخص من المصابين بأمراض الشرايين التاجية الحادة والجلطات وخلافه عن طريق فرق قسطرة الطوارئ الموجودة في الهيئة من يعني الكم ده 420 عملية من أول 20 مارس الماضي وحتى الآن. برحب بالأستاذ الدكتور محمد فوزي رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيك فعلا. اهلا وسهلا، أهلاً. ارجو حضرتك تقول لنا على المبادره والنطاق اللي هي بتعمل فيه عشان نعرف الساده المشاهدين. هو الحقيقه المبادره دي نشات من 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 دور الاساسي للهيئه اللي نشات من اجله من سنه 75، كونها مؤسسه تعليميه تدريبيه بحثيه وبتقدم الرعايه الصحيه للمواطنين على أحدث الأدلة الاسترشادية الإكلينيكية، واللي تضمن لهم مستوى عالي من الرعاية الصحية والحفاظ على جودة حياتهم. الحقيقة احنا في لاحظنا انه وده مش حاجة جديدة كانت، لكن هي الجديد ان احنا قدرنا ننزل بيها فعلا ونطبقها جوه الرعاية الصحية اللي احنا بنقدمها في مستشفياتنا، انه مستوى إجراء حالات القسطرة الطوارئ بيقل كثيرا عن الأدلة الإكلينيكية الاسترشادية اللي موجودة على مستوى العالم، اللي مفترض أنها تكون في حالات 90% علاج أساسي في حالات الجلطات الحادة. إحنا كان في مصر عندنا دي بتمثل من 50-60% من الطرق السريعة اللي بتتعمل، فكان لازم أن إحنا نقدم هذه الخدمة بشكل سريع في خلال ساعتين من حدوث الجلطة، وبالتالي احنا بنحافظ على عضلة القلب من غير ما يحصل ليها اي تغيرات مستمرة او دائمة، وبالتالي بنحافظ ان احنا نرجع العيان تاني لحياته وممارسة نشاطه المعتاد بدون انه يتأثر تأثيرات دائمة، وبدون انه او حتى لو تأثر تكون تأثيرات طفيفة جدا ما تعقش ان هو يرجع تاني لمزاولة النشاط بتاعه اللي كان بيعمله في العمل او في اي مجال تاني. وده الحقيقه يمكن اللي شجعنا اكتر على كده ان احنا مستشفياتنا منتشره على مستوى الجمهوريه، بتمتد من محافظه قنا في قفط التعليمي ودمنهور محافظه البحيره، ومستشفى شبين الكوم التعليمي في المنوفيه، مستشفى بنها التعليمي في القليوبيه، مستشفى الاحرار في الشرقيه، بالإضافة لأكثر من 3 مستشفيات جوه القاهرة، اللي هو مستشفى الساحل التعليمي في منطقة شبرا، ومستشفى المطرية في شمال القاهرة، ومستشفى أحمد ماهر في منطقة السيدة زينب وسط القاهرة، بالإضافة طبعا للصرح الكبير بتاعنا اللي هو معهد القلب اللي في مبابة اللي بيغطي الجمهورية. الحقيقة أنه هو كان لازم أن المريض خلال ساعتين من الإصابة الحادة دي يتوجه لأي مستشفى، وبالتالي يحصل له التدخل بالقسطرة، وبالتالي النتائج بتاعتها بتكون أكثر فائدة وإيجابية بالنسبة لي. طيب القدرة فندم على استقبال يعني مرضى أكثر، يعني القدرة يعني تم إجراء أكثر من 420 عملية من مارس وحتى النهاردة يعني أقل من شهرين، فالقدرة فندم على تنفيذ عمليات أكبر بيصل لكام؟ هو انا اقول لحضرتك ان 420 دول تموا في شهر، لكن اسبوع العيد لوحده في الاجازات احنا عملنا 250 قسطرة طارئة، بمعنى ان احنا كده المعدل هيبقى 1000 في الشهر مش 420، وده طبعا لان الناس كانت لسه ما عرفتش ان احنا بالقدر الكافي ان احنا اشتغلنا الطوارئ على مدار ال 24 ساعة. لا احنا من بالنسبة لمستشفياتنا احنا عندنا قدرة استيعابية كبيرة، ممكن نستوعب أي عدد من الحالات، وبننسق مع المستشفيات اللي حوالينا، وأي عيان بيجي له ألم في الصدر يفضل إن هو يتوجه لإحدى مستشفياتنا خلال الساعتين الأولى من إحساسه بالألم، بيتعمل له كافة الفحوصات، وإذا احتاج قسطرة بيدخل قسطرة فورا وبيتعمل على طول.
وعايز انبه برضو واقول ان كل ده بيتم مجانا من غير ما العيان بيدفع اي حاجه بالمجان. يعني كل ده الدوله بتتكفل يعني تكاليف طبعا الأسطر لانه خدمات الطوارئ القانونيه كل ده مجانا، ما بيتسالش لا لا على تامين ولا بيتسال على حاجه يعني بيه. ما بيتسالش على ايه يا فندم؟ على لو كان لو لو كان ليه تامين صحي او حاجه او ما شابه يعني؟ لا 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 لا، الخدمه بتتعمل الاول وبعد كده الورقيات بتستكمل. اذا كان ليه تامين بنبعته بنبعت جواب للتامين. تمام. اذا كان ليه لو خاضع لنفع الدوله بنعمله، لكن الاساس ملوش بيتعمل. حتى لو ليه وعنده مشكله في ورقه بيتعمل، الاساس عندي ان الحقه مش ان انا اخد طبعا ورق طبعا، لانه طبعا انا لو ما لحقتوش خلال ساعتين فالحمله دي اتفرغت من مضمونه. طبعا. ولازم يتعمل خلال اول ساعتين، لانه احنا كان الاول في اغلب الحالات او اغلب الطرق العلاجيه اللي موجوده كانوا بيستعملوا مذيبات الجلطه. صحيح. لانه ما كانش بيبقى فيه تيم ولا فيه استعدادات للاساطر تشتغل بالليل، ودي كانت بتخلي النتائج مش 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 كويسه قوي ومش احسن حاجه، مش ده الاوبتيمم او ده المثالي. لكن طبعا مع التدخل بالقسطره وتركيب الدعامات بدري في خلال الويندوز المحدد ده الساعتين، ده بيحسن طبعا النتائج وبيحافظ على عضله القلب وبيمنع اي تطورات او تدهورات دائمه في الانقباضيه بتاعتها، وبالتالي العيان بيقوم من الجلطه دي من غير ما يحصل له اي مضاعفات دائمه يعني. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ دكتور محمد فوزي رئيس هيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه.